مرحبا ويسعد أوقاتكم بتمنى تكونوا جميعا دائما بألف خير حابة أحكي معكم هيك شوية معلومات على الماشي يعني سريعا من خلال سؤال إجاني بيزبط حطهم بفازة غير شفافة هلا بدنا نشوف عن شو شو بيقصدوا فأنا عم بقول كيف بده يوصل الضوء ومعروف حاجة النباتات للضوء بيقولولي الجواب بيقول بيوصلوها من فوق يعني مش من الجذور بس هيدا السؤال كان لفيديو بنحكي فيه عن طريقة لتحفيز نمو جذور جديدة للأوركيد وتحديدا نوع الأوركيد الفالينوبسيس اللي هي معنا اللي عم نشوفها سوا هذا النوع من الأوركيد بيحتاج الضوء مش بس للأوراق لأ كمان للجذور ليساعدها بالنمو بعملية التمثيل الضوئي تأكدوا بأنه الإضاءة الساطعة كتير إلى دور فكل ما كان في إضاءة أقوى هيدا الشي بيساعد لإنتاج مادة اليخدور أو مادة بسموها الكلوروفير اللي هي عم تعطي الخضار والجمال والصحة للنبات فكيف نحن أساساً عم نعمل تجربتنا لحتى تنمو الجذور نحفز تطلع الجذور الجديده فاكيد بدنا نركز على انه في اضاءه لازم الفاز تكون شفافه فابدا لا نهمل موضوع الاضاءه لعمليه تمثيل ضوئي جيد عدا عن انه حابه اذكر اني اساسا الاوركيد جذورها هوائيه هي بموطنها الأصلي بتنمو وبتتسلق على جذوع وعقصان الأشجار وكمان الصخور أي شي بيطلع بطريقة فهي هوائية فنحن هون لما نجيبها بدنا نحاول نخلق لها ظروف مناسبة لبيئتها ولموطنها الأصلي لحتى قدر الإمكان تتأقلم عنا ومعنا وتعطينا وتحيا وتكون صحية فالإضاءة عامل مهم أبدا لا تهملوا الشيء الثاني اللي بدي أقوله لما بدنا ننقل الأوركيد لأصيص تاني يا جماعة إذا ما كان كتير في ضرورة لهالموضوع يعني الجذور كتير سيئة كتير مريضة بهيدي الحالة وبعد سنتين لثلاث سنين مش قبل أبداً يعني انا ما لمجرد حبيت غير للقصيص من لا شيء بدون سبب بدي غير له لأ لانه هيدا الشيء بياثر على النبته الاوركيد نبات حساس والقصيص دائما يكون مناسب لحجم الجذور تذكروا انه جذور الاوركيد بتحب تكون قريبه من بعضها لحتى دائما تكون محافظه على رطوبتها وخلينا نتذكر انه حجم البارك القطع الركيزة يعني نفسها تكون لا هي بالحجم الكبير ولا هي بالصغير خلينا دائما نأخذ الحجم الوسط لانه الري الغلط يعني مرة بعد مرة هيحتفظنا برطوبة بداخل الاناء بوجود برودة وتهوية منخفضة هيدا الشي رح يخلق لنا كتير مناسبة للعفن وللبكتيريا وللأمراض فينا نحط على سطح الركيزة من فوق الطحالب ولكن ننتبه كمان ما تكون مبللة زيادة شي انه رطبة ولما نروي حاولوا قدر الامكان ما يجي مي على راس النبتة على راسها من فوق من المركز مكان ما بتطلع اوراق جديده هيك صدقوني بهالنقاط البسيطه هالفكره السريعه اللي عم بعطيكم اياها بضمن لكم نبته صحيه تبقى عندكم ونبعد عنا اي مشكله هيدا اللي حبيت اذكره اليوم اوقات سعيده بتمنها لكم وبامان الله